شاشة على فكرة يا شبت بالظبط. ايوه كل الناس بتقولي كده حتى اصحابي كمان. السلام عليكم يا عم. بس يا سلمى انت هنا امسحوا رجلك هنا قبل ما تطلعي، عارفه لو سلم العماره اتوسخ والله العظيم ما هسيبك، اخليك السياجيه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ماشي يا عم احمد حاضر، ما انا كل يوم بمسح رجلي متعوده على كده يا عم احمد. ومن دي؟ دي امنيه يا بنتي. امنيه بنتي؟ ايوه. انت جاي تشتغلي خدام هنا ولا جاي تجيبي بنتك؟ الشغلانه لمت. ايه القرف ده اهو؟ مالك يا عم؟ بقول لك ايه، انا المدير بتاع العماره هنا، انا ممكن اقول لام غزل ما تشغلكيش عندي وما طلعكيش العماره بتاعتي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ يا عم احمد وانا عملت لك حاجه تقطع عيش ليه بس؟ بقول لك ايه، انا ممكن ام غزل كمان ما طلعهاش العماره هنا، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ماشي يا عم انا المدير. خلاص يا عم احمد ما تتكلمش معايا كده. طيب امسحي رجلك انتوا الاثنين. امسحي رجلك يا امنيه، امسحي رجلك. جايبه بنتها معاها الشغل هاي، خدامه انت ولا شغاله ولا بيقول عليك انصاف هيك انت؟ بهية وعيون بهية كل الحكاية، عيون بهية. ماما. نعم يا أمي. هو مين عمجر كان عمال يزعقلك كده يا ماما؟ ده بواب العمارة. بس هو بيقول له مدير. مدير ايه يا أمي؟ ده مخه لاسع يا أمي، فبقول له حاضر عشان اطلع واخلصه. هو ممكن يا ماما ما يدخلش سكان العمارة العمارة يا ماما؟ ازاي يعني يا أمي؟ هو قال كده، قال انه ممكن كمان ما خليش ام غزل تدخل عمارتها. لا يا أمي طبعا ما يقدرش، بقول لك مخه لاسع. مخه لاسع؟ ايوه. طب ماما هي ممكن تكون صاحبة الشقة برضه تعاملنا وحش كده وزعق زعقلنا؟ لا يا أمي، دي ام غزل طيبة قوي. طب ماشي يا ماما. يلا حبيبتي يلا. ازيك يا غزل؟ الحمد لله. هي مين دي؟ دي أمنية بنتي. ماشي. ازيك؟ الحمد لله. يا ماما. ايوه يا غزولة. طب يا سلمى يا ماما جايبة معايا واحدة. ازيك يا أم غزل؟ ازيك يا سلمى؟ مين دي يا سلمى؟ دي أمنية بنتي. اه والله؟ ايوه انا جبتها معايا بس النهارده علشان هي كل يوم بسيبها في البيت لوحدها، بصراحة صعبت عليا قلت اجيبها امشيها معايا يعني. تمشيها معاكي؟ تغير جو. انت رايحة ملاهي يا سلمى ولا ايه؟ بصي يا ام غزل والله هي هتقعد في المطبخ مش هتتحرك من مكانها خالص، واعتبريها مش موجوده، وبصراحه قلت اجيبها يعني معايا كمان تساعدني في شغل البيت، ومش تاخد فلوس والله يعني مش بالفلوس كمان. وانت كنت عايزه لها اجر يعني ولا ايه؟ لا 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 انا بفهمك بس. طيب هتقعد في المطبخ؟ ها ايوه جوه الثلاجه. ماشي يا سلمى ادخلي ادخلي. ماشي حاضر. ما اسمعلهاش صوت. ها تعالي يا زوزو. تعالي يا امي. بصي يا أمنية أنا عايزاكي تقعدي يا أمنية ومتتكلميش خالص مع حد ومالكيش دعوة بأي حاجة خالص. طب هي ليه بتعاملنا كده يا ماما؟ بصي يا أمنية دي صاحبة الشغل مقدرش أتكلم معاها يا أمنية، أما صدقت يا أمنية ألاقي شغل حبيبتي أرتاح فيه. بس أنت قلتي لي هي طيبة. ما هي طيبة يا أمنية بس عادي يعني يا أمنية كبرت دماغك بقى. حاضر. بصي ما تلمسيش أي حاجة في البيت خالص، اللي حاجة تقع تتكسر منك يبقى بصي يومنا مش هيعدي. ماشي. تعالي اقعدي لي هنا يلا. اقعدي لي هنا يا أمنية. يلا مالكيش دعوة بأي حاجة هنا خالص يا أمنية. ماشي حبيبتي. كانت فاتحه لايف. بس حلو قوي قوي الفيديو ده. انت شفتيه الاخر؟ لا اصل انا كنت عايزه اعرف ايه نهايته، يعني كانوا هيعملوا ايه في الاخر. بس حلو قوي. ايوه بصي دي شبهي. ايوه شبهك بالظبط يا غزوله. ايه ده انت بتتفرجي علينا ليه؟ واقفه هنا ليه؟ انت بتعملي ايه هنا سلمى؟ يا سلمى. ايوه ام غزل انت قلت لي اول ما جيتي قلت لي بنتك هتقعد في المطبخ مش هتطلع من المطبخ ومش هشوفها، صح ولا مش صح؟ ايوه صح، وهي قاعده جنب التلاجه وما اتحركتش من مكانها. موقفاها بقى تتصنت عليا انا وبنتي ليه؟ انت عايزاه نعرف انا وبنتي بنقول ايه؟ لا والله لا لا والله. هو بس انا قلت اشوف يعني انتوا بتتفرجوا على ايه على التلفزيون عشان احنا ما عندناش تلفزيون في البيت. بقول لك ايه يا سلمى، الموضوع ده مش مرتاحه له من الصبح، ها فاهمه؟ خلي بالك. انا اسفه انا اسفه، لو حصل مني اي حاجه تاني اعملي اللي انت عايزاه، انا اسفه حقك عليا والله. زهقت اسف انا على فكره. انا اسفه حقك. من ساعه ما جيتي بتقولي انا اسفه. حاضر معلش. اتفضلي على المطبخ. يا ابني تعالي يا ابني. ضايقتني بصراحه، تعالي نكمل بقى الفيديو. ايوه. بصي بصي بتشرب ايه؟ بتشرب عصير نعناع. 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 تعالي يا أمنية. لا يا أمنية مش أنا قلت لك يا حبيبتي اقعدي مكانك ما تقوميش ما تعمليش مشاكل في الشغل يا أمنية. بس أنا يا ماما ما عملتش أي حاجة على الزعيق ده كله يا ماما. معلش يا حبيبتي ما تزعليش بس ما تحركيش من مكانك عشان خاطري. طب
طب ماما هو ليه اي حد ماما بيشوفك بيقعد يزعقلك؟ يعني طنط دي بتزعقلك وبنت بتزعقلك وسواق الميكروباص بيزعقلك وعمو الباب بيزعقلك، طب ليه كده؟ اشمعنى يا ماما احنا كل الناس بتزعقلنا؟ عشان احنا غلبانين ومعناش فلوس صح؟ يا امنيه احنا مش غلبانين يا حبيبتي، احنا عيشتنا جميله والحمد لله. طب ماما اشمعنى احنا غلبانين؟ ما هي غنيه ومعاها فلوس كتيره قوي يا ماما، وعايشه في بيت جميل قوي يا ماما، وعندها تلفزيون يا ماما، بتاكل كل حاجه هي عايزاها يا ماما، واحنا ما عندناش تلفزيون يا ماما وغلبانين ليه؟ امنيه مالناش دعوه بحد يا حبيبتي، انا عايز اقول لك على حاجه يا امنيه. دلوقتي احنا بناكل وبنشرب وننام، وهم برضو بياكلوا ويشربوا ويناموا، يعني احنا واحد يا امنيه زي بعض. ماشي يا ماما. امنيه عشان خاطري يا امنيه انا عايزه اكمل في الشغلانه ديت، عشان في اخر الشهر باجي باخد فلوس يا امنيه واجيب لك اللي انت عايزاه، عشان خاطري ما تقوميش من مكانك ما تعمليش مشاكل. حاضر. يلا حبيبتي اقعدي. يلا. اقعدي يا امنيه. صباح الفل يا حبيبتي يا امنيه. عامله ايه؟ ازيك يا بنتي؟ دي بنتي، بنتي غزل. بنتي غزل؟ اه. الله، ده انت هتبقي صاحبتي بجد؟ ايوه انت حلوه قوي. تعرفي انا طول اليوم بقعد زهقانه عشان ماليش صحاب، انت من هنا رايح تبقي صاحبتي وجيبيها معاكي كل يوم. ربنا يخليكي يا امنيه. بصي يا غزل، امنيه دي طيبه قوي 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 وهتحبك وهتحبيها. ايوه. فين ماما يا امنيه؟ اتفضلي ماما جوه. يا ماما صباح الخير يا مدام. صباح النور. معلش يا مدام انا اسفه، انا بنتي جت معايا بس النهارده، اصلي بتقعد زهقانه في البيت فقلت امشيها بس شويه. طبعا طبعا، تتفضل وتنور البيت كمان. اسمك ايه؟ انا اسمي غزل. ايه القمر والحلاوه دي يا غزل؟ وكمان تبقى صاحبه امنيه ولعبوا مع بعض طول النهار. اوعدك ان هي مش هتطلع من المطبخ، مش هتطلعها، مش هتشوفي خيالها. ليه بس؟ خليها تلعب زي ما هي عايزه في الشقه، ليه قاعده في المطبخ ليه؟ ايوه. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا مدام. يا امنيه اكلها معاكي الحاجه الحلوه بتاعتك يا امنيه. بصي والعبوا مع بعض باللعب بتاعتك يا حبيبتي. حاضر. يلا نروح نلعبي مع امنيه. يلا تعالي معايا. 10 دقايق بالظبط وحد اللي حضرتك الفطور. بصي على راحتك. ايه براحتك خالص. انا جميلك ده عمري ما هنسهولك. ربنا يخليك. ربنا ربنا يكرمك. انت عايزاه ايه؟ ماشي عن اذن حضرتك. بصي دي اسمها امنيه. كل الناس بتقولي ليها شبهي بالظبط. ايوه. واسمها على اسمي كمان. ايوه صح. ايوه على فكره هي شبهك بالظبط. ايوه كل الناس بتقولي كده حتى اصحابي كمان. بصي الفيديو ده اسمه الخمس سحريه. الفيديو ده عجبني قوي بجد، بفرج عليه كذا مره واعيده تاني. اعيده تاني. ده باين حلو قوي. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه غزوله عامله ايه؟ الحمد لله. مبسوطه بقى؟ مبسوطه قوي يا ماما. غزل طيبه قوي، جميله قوي كمان يا ماما. ماشي يا امنيه يا جدع. اكلتي حبيبتي؟ لا يا ماما. طب يا ايه؟ يا ايه؟ نعم يا مدام سلمى. بقول لك ايه يا ايه، حضري افطار لامنيه وغزل عشان يفطروا. حاضر. من عينيا. لا شكرا. لا اسمعي مع امنيه مش ابو صاحبتك بقى. اي لازم تاكلي معايا، كل حاجه اعملها انت كمان تعمليها زي. شكرا. اعتبري امنيه دي زي اختك بالظبط. ربنا يكرمك يا رب يا مدام، ويخلي لك امنيه يا رب ويبارك لك فيها. ربنا يخليك. 10 دقايق بالظبط الفطار هيكون جاهز. الله يخليك عن اذنكم. بص دي اسمها ندى جلجل بقى، وده مستر احمد. انا مستر احمد على فكره. ايه ده بجد؟ ايوه اتحولت لمستر احمد. صباح الخير يا عم احمد. بابا بس 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 يا ايه انت؟ في ايه يا عم؟ امسح رجليك هنا عشان لو وسخت السلالم ديت هخليك تسيجيها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر يا عم احمد. انا اسف. تمسح. ومن دي كمان ده؟ هي دي بنتي غزل. بنتي غزل؟ ايوه. الشغلانه لمت والله. انت جاي تشتغل انت ولا جايه ايه؟ ايه بس بقول لك ايه؟ نعم. انا ممكن ما اطلعكيش العماره عندي، عارفه ليه؟ انا المدير وعارفه ام امنيه ديت، ممكن ما اطلعهاش هي كمان العماره. انت بتقول ايه بقى يا عم احمد؟ بتقول ايه؟ بهزر. لا حاسب على كلامك يا عم احمد، وخلي كلامك يطلع من بقك كلام محترم. طيب. وبتزعلها ليه؟ انت بتزعلها ليه بس؟ هو مدام خايفني اوسخ السلالم يعني. وايه المشكله يعني انا عملت كده؟ بصي يا عم احمد، انا عايزه اقول لك على حاجه. الست دي طالما دخلت بيتي تبقى تعاملها باحترام، وكرامتها من كرامتي بالظبط. خلاص؟ حاضر استاذ. حاضر يا ام امنيه. وعايزه اقول لك على حاجه كمان يا عم احمد. بطلي. اخر مره اتعاملها المعامله دي، وكمان تتاسف لها دلوقتي. انا؟ ايوه تتاسف لها.
اتعذب لها. ايوه عشان هي كمان لو كانت عاملتك وحش كنت هخليها تاسف لك يا عم احمد. وكمان انا بحترمك وبقول لك يا عم احمد وبنتي يوميا بتحترمك وبتقول لك يا عم احمد. في حد زعلك في حاجه؟ لا والله. خلاص ما تحترم نفسك في كلام يا عم احمد. تاسف لها يلا. انا اسف. مش زعلانه منك يا عم احمد. ماما. ايه يا حبيبتي؟ هو مين اللي زعلك ده؟ ده يا حبيبتي هي دي شغلته بواب العماره. تعالي يا ايه. نعم. بصي انا رايحة مشوار بس 10 دقايق وراجعة على طول. خدي مفتاح الشقة اهو. خلاص غزل هروح مشوار مع ماما وارجع العب معاكي. ماشي ماشي يا امي. تزعليش يا ايه. لا يا حبيبتي انا مش زعلانة خالص والله يا مدام. ماشي اتفضلي يا ايه. تروحوا تيجوا بألف سلامة يا رب. شكرا يا ايه. ماشي عن اذنك يا عم احمد. احنا بقينا في زمن العجايب. ايوه مدام زمن العجايب والله. يلا يا غزل يلا. الناس ما بيرحموش وحوش يا رب. يلا حبيبتي انا خلصت الشغل عشان اروحه. ايه ده يا ماما؟ في ايه امنيه مالك؟ ده انت يا ماما صحتيني يا ماما من احسن حلم في حياتي يا ماما. حلمتي بايه يا امنيه؟ يا ماما حلمت ان احنا كان معانا فلوس كتيره قوي يا ماما واغنيه يا ماما وكمان كل الناس بتعاملنا حلو واحنا كنا طيبين قوي يا ماما بنعامل الناس بطريقه ذوق يا ماما. بصي يا امنيه انا عايزه اقول لك على حاجه. بصي يا حبيبتي ربنا خلق الدنيا دي طبقين، في طبقه فقيره وطبقه غنيه. الطبقة الفقيرة يا أمنية بتاكل وبتشرب وتنام وبتحمد ربنا آخر الليل وبتقول الحمد لله اليوم عدى كويس، والطبقة الغنية بتعمل نفس كده برضه، بياكل ويشرب وينام ويجي آخر الليل يقول الحمد لله اليوم عدى كويس. بصي يا حبيبتي ما تبصوش لحد يا أمنية، إحنا عيشتنا جميلة والحمد لله. صح ولا مش صح؟ صح. في الآخر كلنا زي بعض. صح. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي. وكمان الناس بتحب المظاهر يا أمنية، يعني اللي لابس حلو الناس تحترمه، اللي لابس وحش الناس تقل منه وتبهدله. طب مش معنى ان احنا مو في حلم عملنا الناس حلو عشان احنا ناس طيبين يا امي. ماشي ماشي حبيبتي ماشي. يلا بينا.